فضلت شقاقية، وهل الزوج ملزم بدفع تكاليف أداء زوجته لفريضة الحج؟ ولمن تكون الأولوية حينئذ إذا توافر مع الزوج مال يكفي لقيام فرد واحد بأداء الفريضة؟ وهل للزوج أن يأخذ من مالها ليؤدي فريضة الحج؟ لا يلزم الزوج لزوجته إلا بنفقتها الممثلة في الطعام والكسوة والمسكن، مع اختلاف العلماء في نفقة العلاج وفي توفير خادم وتجهيز للموت. أما أن يدفع تكاليف حجها فليس بواجب عليه، فالحج فرض على القادر المستطيع، فإن كانت تملك هي مالا يكفي للحج وجب عليها الحج من مالها هي، ولا يلزم الزوج بدفع أي شيء لها ولا يعاقب على التقصير. أما إن تبرع بذلك فهو خير وله ثواب إن شاء الله، وهو من المعاشرة بالمعروف والتعاون على الخير. وإذا لم يوجد مع الزوج إلا مال يكفي أن يحج به فرد واحد فهو المقدم طبعا، ويجب عليه الحج لأول مرة، وكذلك إذا احتاجه لنفقته هو وحده، والحديث واضح في ذلك: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء فلذي قرابتك. إذا كان للزوجة مال خاص ورثته عن أهلها أو ملكته من أي جهة كانت فهو حق خالص لها، ويجب عليها الحج منه لأول مرة، ولا يجوز للزوج أن يأخذ شيئا منه ليحج إلا بإذنها ورضاها. قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وإذا كان هذا في الصداق الذي دفعه لها فبالأولى لا يجوز أن يأخذ منها شيئا لم يأتي عن طريقه هو، لكن لو استعان بمال الزوجة على سبيل الهبة أو القرض ليحج فلا مانع منه، ولها ثواب مساعدتها لزوجها على الحج، والله أعلم. علمنا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يعود من الحج كما ولدته أمه، فهل أداء الحج يسقط جميع الذنوب؟ قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه فيوم ولدته أمه. وقال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يقول العلماء: إن الذنوب منها كبائر ومنها صغائر، كما قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. والصغائر مكفراتها كثيرة، فإلى جانب التوبة والاستغفار يكفرها الله بأي عمل صالح. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقد نزلت في رجل ارتكب معصية وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أشهدت معنا الصلاة؟ قال: نعم. قال له: اذهب فإنها كفارة لما فعلت. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر، رواه مسلم. وقال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، رواه الترمذي بسند حسن. أما الكبائر
فتكفرها التوبة النصوح، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. وكما قال بعد ذكر صفات عباد الرحمن وأن من يفعل الكبائر يضاعف له العذاب، قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أما الأعمال الصالحة غير التوبة فلا تكفر الكبائر، لأن هذه الأعمال الصالحة لا تؤثر في تكفير الذنوب الصغيرة إلا إذا اجتنبت الكبائر كما تقدم. وعلى هذا قال: إن النصوص العامة التي فيها تكفير الأعمال الصالحة لكل الذنوب مخصوصة بالذنوب الصغيرة، أما الكبيرة فلا يكفرها إلا التوبة. وقد وردت نصوص تدل على أن التبعات والمظالم يكفرها الله بالحج، لكن هذه النصوص غير قوية فلا تعارض ما هو أقوى منها، فالتوبة لا تكفر التبعات والمظالم إلا ببراءة الذمة، وكذلك الحج لا يكفرها إلا بذلك أي ببراءة الذمة. وكل ما تقدم محله إذا لم تتدخل مشيئة الله، فإن تدخلت غفر الله كل شيء من الذنوب يقع من العبد ما عدا الإشراك بالله، كما قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعلى هذا فالرجل الذي يفعل المعاصي اعتمادا على أن الحج يكفرها لا يجوز له أن يرتكن على الحديث المذكور الحج، ولا أن يرتكن على مشيئة الله الذي يغفر الذنوب جميعا، فربما لا يكون هو ممن يشاء الله المغفرة لهم، والله أعلم. ولو افترضنا أن الله تعالى قد غفر للحاج تقصيره في حق الله تعالى من صلاة أو صيام أو غير ذلك، فهل حجه يسقط عنه حقوق العباد؟ ليكن معلوما أن التوبة لا تكفر الذنوب التي فيها حقوق العباد، لأن من شروطها أو أركانها أن تبرأ الذمة من هذه الحقوق، إما بردها لأصحابها وإما بتنازلهم عنها، وبالتالي فالحج أو غيره من الطاعات لا يكفر الذنب الذي فيه حق للعباد حتى تبرأ الذمة منه. ويؤيد ذلك أن الشهادة في سبيل الله وهي في قمة الأعمال الصالحة لا تكفر حقوق العباد، كما ورد في حديث مسلم: يغفر الله للشهيد كل شيء إلا الدين. أما الذنوب التي هي حق لله فهي قسمان: قسم فيه بدل وعوض، وقسم ليس فيه ذلك. فالأول كمن أذنب بترك الصلاة أو الصيام فلا يكفر إلا بقضاء ما فاته من صلاة وصيام، كما وردت بذلك النصوص الصحيحة. والثاني كمن أذنب بشرب الخمر مثلا، فإن مجرد تركه والتوبة منه يكفره الله سبحانه وتعالى، والتوبة تكون بإقامة الحد عليه إن كانت الحدود تقام، وإلا فهي الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم الصحيح على عدم العود، والله أعلم. أعرف رجلا يتاجر في المخدرات، وأعرف راقصة، كل منهما يحج ويعتمر كل عام، فما حكم الدين في حجهما؟ معروف أن الحج من المال الحرام يصح وتسقط به الفريضة عند أكثر العلماء، لكن فيه الإثم والعقوبة. أما أحمد بن حنبل فيقول: بالحرمة وعدم الصحة، ورأيه قوي وأميل إليه، والله أعلم.
بعض الناس يذهبون كثيرا للحج والعمرة ويعودون بأحمال كثيرة من البضائع يتاجرون فيها، فما حكم الدين في هذا؟ وهل حجهم مقبول إذا كان بنية التجارة؟ يقول الله تعالى في حكمة الحج الذي أذن به إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ويقول سبحانه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. إن المنافع التي يشهدها الحجاج كثيرة متنوعة، منها منافع دينية ومنافع دنيوية، وابتغاء الفضل من الله في موسم الحج بالتجارة والكسب الحلال ليس فيه حرج. وقد جاء في سبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الناس في أول الحج أي في الإسلام كانوا يتبايعون بمنى وعرفة وذي المجاز، وهو موضع بجوار عرفة، ومواسم الحج وهم حرم. فأنزل الله تعالى هذه الآية. وما رواه أبو داود عن ابن عباس أن الناس كانوا لا يتجرون بمنى فأمروا أن يتجروا إذا أفاضوا من عرفات، فالتكسب الحلال في أثناء الموسم لا حرج فيه، بمعنى أنه لا يفسد الحج ولا يضيع ثوابه. روى أبو داود وسعيد بن منصور أن رجلا قال لابن عمر رضي الله عنهما: إني رجل أؤجر الرواحل للركوب في هذا الوجه وهو الحج والعمرة، وإن أناسا يقولون لي إنه ليس لك حج. فقال ابن عمر: أليس تحرم وتلبي وتطوف بالبيت وتفيض من عرفات وترمي الجمار؟ قال: بلى. قال: فإن لك حجا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل ما سألتني، فسكت عنه حتى نزلت هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فأرسل إليه وقرأ عليه هذه الآية وقال: لك حج. وما رواه البيهقي والدارقطني أن رجلا سأل ابن عباس: أؤجر نفسي من هؤلاء القوم فأنسك معهم المناسك، ألي أجر؟ فقاله: نعم، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. تبين هذه المأثورات أن الذين يحجون ويزاولون أعمالا تجارية حجهم صحيح غير فاسد، ولا تجب عليهم إعادته، وتسقط عنهم الفريضة. أما الثواب فظاهر هذه الآثار أن الله لا يحرمهم منه، ولكن يجب مع ذلك مراعاة الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإذا تعددت النوايا في عمل صالح يمكن أن يرتبط الثواب بما غلب من هذه النوايا، والأمر كله لله من قبل ومن بعد، وهو سبحانه عليم بذات الصدور، ونيتك ستثاب عليها بقدر ما يغلب عليها، والله أعلم. سائل يقول: أعاني من مرض جلدي معدن وقد نويت أداء فريضة الحج، فهل يجوز لي ذلك رغم أنني قد أتسبب في العدوى لكثير من الحجاج؟ من المعلوم الآن أن الدول تعمل احتياطات لمنع العدوى في السفر، وذلك بالتطعيم أو بوسائل أخرى. ومن عنده مرض معدن ستحول السلطات دون سفره، وإذا لم تكن هناك سلطات تقوم بالإجراءات الصحية فهل يجوز له السفر لأداء الفريضة مع احتمال أن يصيب غيره بالعدوى؟ إن كانت العدوى محققة أو يغلب على الظن حصولها كان هذا المرض مسقطا لوجوب الحج عن المريض حتى يبرأ من مرضه،
لأن القاعدة الفقهية تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وبخاصة أن المصلحة في الحج تعود على الشخص نفسه أكثر مما تعود على غيره، أما المفسد فتصيب كثيرين غيره. ومع سقوط الحج عنه أرى أن مخاطرته بالسفر على الرغم من الظن الغالب للعدوى ممنوعة، إما على سبيل الكراهة أو التحريم تبعا لدرجة احتمال العدوى، والأحاديث تحذر من التعرض للعدوى والتسبب فيها. روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل مجذوم جاء يبايعه: ارجع فقد بايعناك. وقال كما رواه البخاري: فر من المجذوم فرارك من الأسد. ومن أجل النهي عن الضرر والضرار حرم الإسلام على حامل ميكروب المرض أن يخالط الأصحاء أو يتسبب في الإصابة بالمرض بطريق مباشر أو غير مباشر، ولذلك حرم البصاق في الطريق والأماكن العامة، وحرم التبول والتبرز في موارد المياه ومواقع الظل وكل ما يرتاده الناس، وأمر بإبادة الحشرات والهوام وكل ما يؤذي حتى لو كان ذلك أثناء الإحرام. ومما يؤثر فيما يتصل بالسؤال ما رواه مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى امرأة مجذومة تطوف بالبيت فقال لها: يا أمة الله لا تؤذي الناس، لو جلست في بيتك. ففعلت ولم تشأ أن تخرج بعد موت عمر، وقالت: ما كنت لأطيعه حيا وأعطيه ميتا. والله أعلم. هل صحيح ما يقال إن الحج في السنة التي يأتي فيها يوم عرفة مع يوم الجمعة يكون أفضل من 70 حجة؟ لا شك أن يومي عرفة والجمعة عظيمان بالأحاديث الواردة بذلك، ولو اجتمع الوقوف بعرفة مع يوم الجمعة كان فضل اليوم مزدوجا، ولكن ما هو مدى هذا الفضل؟ جاء في البخاري وغيره أن اليهود قالوا لعمر رضي الله عنه: إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدا. فقال عمر: إني لأعلم حين أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنزلت يوم عرفة وأنا والله بعرفة. قال سفيان: وأشك كان يوم الجمعة أم لا؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما وقع لسفيان من شك إن كان في الرواية فهو تورع، حيث شك هل أخبره شيخه بذلك أو لا، وإن كان شكا في كون الوقوف في حجة الوداع كان يوم جمعة فهذا ما يظن أنه يصدر عن الثوري رحمه الله، فإن هذا أمر معلوم مقطوع به لم يختلف فيه أحد من أصحاب المغازي والسير ولا من الفقهاء. وقد وردت بذلك أحاديث لا يشك في صحتها، وجاء في بعض الروايات نزلت في يوم الجمعة وفي يوم عرفة وكلاهما بحمد الله لنا عيد، وفي بعض الروايات عشية عرفة وكان ذلك في يوم جمعة. إن وقفة الجمعة تفضل غيرها من عدة وجوه فيما ذكره ابن القيم في زاد المعاد وفيما نقله السيوطي عن القاضي ابن جماعة، ومنها: أولا اجتماع اليومين اللذين هما أفضل الأيام فيكون العمل فيه أفضل. الثاني إنه اليوم الذي فيه ساعة محققة الإجابة، وأكثر الأقوال أنها بعد العصر، وأهل الموقف كلهم واقفون للدعاء والتضرع. الثالث
موافقته ليوم وقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابع فيه اجتماع الخلائق من أقطار الأرض للخطبة وصلاة الجمعة، ويوافق اجتماع أهل عرفة بعرفة. الخامس يوم الجمعة عيد، وعرفة عيد لأهل الموقف، وقد اتفق عيدان بذلك. السادس أنه موافق ليوم إكمال الله لدينه. السابع أنه موافق ليوم الجمع الأكبر يوم القيامة، فهي تقوم يوم الجمعة كما في الصحيح. الثامن أن الطاعة يوم الجمعة وليلتها أكثر من غيرها عند المسلمين كما اعتادوه، فللوقفة فيه مزية على غيره. التاسع أنه موافق ليوم المزيد في الجنة. العاشر جاء في رسالة السيوطي أن في الحديث الذي أخرجه رزين أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة، وهو أفضل من 70 حجة في غير يوم الجمعة. لم يبين السيوطي درجة هذا الحديث، وقد قال ابن القيم: وأما ما استفاض على ألسنة العوام بأنها تعدل 72 حجة فباطل لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة والتابعين. والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية فقر، يقال إن العمرة في رمضان تعدل حج، وقد أتيح لي عمل عمرة في رمضان، فهل ذلك يغني عن الفريضة؟ روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: تعدل حجة معي. ولا يسأل عن حكمة هذا الثواب، فذلك فضل من الله، والله واسع عليم. وهو سبحانه يرغب في أداء العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج في الحرم الشريف، فثواب الطاعة فيه مضاعف. ومثل ذلك ما ورد من أن الصلاة الواحدة في المسجد الحرام بمكة تعدل 100,000 صلاة فيما سواه. فلا يجوز أن يتبادر إلى الذهن أن صلاة يوم فيه تغني عن صلاة 100,000 يوم، ولا داعي للصلاة بعد ذلك. فالعدل أو المساواة هنا هي في الثواب فقط، فلا تغني العمرة عن الحج أبدا. ومثل ثواب العمرة في رمضان ما رواه الترمذي، وقال حديث حسن غريب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال أنس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تامة تامة. وروى الطبراني مثله عن أبي أمامة، فقال المنذري: إسناده جيد. فالمراد من هذه الأحاديث هو الترغيب في الثواب، وليس جواز الاكتفاء بفريضة عن فريضة، والله أعلم. وما هي خطبة الوداع؟ وهل كانت في عرفة أم في منى؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان له أكثر من خطبة في حجة الوداع، فقد خطب في مكة وفي عرفة وفي منى، بيّن فيها مناسك الحج كما بيّن الأصول العامة للدين، ونبه على التمسك بالشريعة كآخر وصية له في هذا الجمع الحاشد. وفي يوم عرفة خطب في وادي عرنة، وكان فيما قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، وأول ربا
أضع من ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب فإنه موضوع، فاتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرسكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرر، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي إن اعتصمتم به، وكتاب الله، وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فأشار بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكثها إلى الناس أن يرددها ويقلبها، وهو يقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. وخطب في منى في يوم النحر خطبة أكد فيها ما خطبه في عرفة، وبين أن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، فالسنة 12 شهرا منها 4 حرم، وقال في هذه الخطبة ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. هذا ما ورد من الخطبة في الأحاديث الصحيحة، وقد عني بدراستها علماء الدين، ومن أراد الاستزادة فعليه بكتب الحديث، والله أعلم. وهل حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع؟ الحج كان معروفا عند العرب من أيام إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، واستمروا يحجون حتى جاء الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم وهو المولود في مكة والناشئ فيها إلى أن بعث وهاجر كان يمارس ما تمارسه العرب من الشعائر الباقية من دين إبراهيم، على الرغم مما حدث في بعضها من تغيير كوقوف جماعة منهم يوم عرفة في الحرم وليس في عرفة لأنها في الحل، وكالنسيء الذي أخروا به الحج عن موعده الحقيقي. ولما جاء الإسلام كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتمع بالناس في موسم الحج ليبلغهم الدعوة في منى 3 سنين متوالية. يقول القرطبي كان الحج معلوما عند العرب مشهورا لديهم، فلما جاء الإسلام خوطبوا بما علموا وألزموا بما عرفوا، وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل حج الفرد، وقد وقف بعرفة ولم يغير من شرع إبراهيم ما غيروا، حين كانت قريش تقف بالمشعر الحرام ويقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج منه، ونحن الحمص أي المتشددون في الدين. ولكن الحج فرض في الإسلام بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكان ذلك في السنة 6 أو 9 للهجرة، ولم يحج الرسول عليه الصلاة والسلام بعد فرض الحج إلا حجة واحدة هي حجة الوداع. يقول القرطبي من أغرب ما رأيته أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة 2 وأن الفرض سقط عنه بذلك لأنه قد أجاب نداء إبراهيم حين قيل له أذن في الناس بالحج، ولكن هذا بعيد. وفي شرح الزرقان على المواهب أن ابن سعد قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحج غير حجة الوداع منذ تنبأ إلى أن توفاه الله تعالى، ولكن ابن حجر في الفتح قال إنه حج قبل أن يهاجر مرارا، بل الذي لا ارتياب فيه أنه لم يترك الحج وهو بمكة قط. وأخرج الترمذي عن جابر
أنه حج بمكة حجتين قبل الهجرة، وأخرج ابن ماجه والحاكم أنه حج قبل أن يهاجر 3 مرات، وهو مبني كما يقول ابن حجر على مقابلته للأنصار بالعقبة، وهذا بعد النبوة. أما قبل النبوة فلا يعلم عدد حجه أبدا، ولكن الذي يعلم ذلك هو الله تعالى. وكل هذا استصحاب للأصل الذي درج عليه العرب من أيام إبراهيم عليه السلام. وأما عدد عمره صلى الله عليه وسلم فيعلم من الكلام عن عدد الحجات، وهي من اليسر بحيث يحرص عليها، فالعمرة طواف وسعي وحلق دون حاجة إلى أماكن أخرى ومشاعر خارج مكة. والذي وردت به الروايات كان بعد الإسلام وبعد الهجرة، فقد روى أحمد وأبو داود وابن ماجه بسند رجاله ثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر، وهي عمرة الحديبية التي أحصر فيها، وعمرة القضاء لعمرة الحديبية، والثالثة عمرة من الجعرانة، والرابعة مع حجته. هذا ما ورد والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صقر، أيهما أفضل في الحج، الركوب أو المشي؟ قال جمهور العلماء الركوب أفضل، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكونه أعون على الدعاء ولما فيه من المنفعة. وقال إسحاق ابن راهوية المشي أفضل لما فيه من التعب، والأجر على قدر المشقة كما ورد في الحديث. لكن الأولى أن يقال إن ذلك يرجع إلى الإنسان نفسه ويختار ما يحتاجه. ففي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا كبيرا يعتمد في المشي على ولديه، فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل غني عن تعذيب هذا لنفسه، وأمره أن يركب. لكن يبدو لي أن الخلاف في أفضلية المشي أو الركوب إنما هو عند ممارسة الشعائر. أما في السفر إلى الحج أو العمرة ففيه القصير والطويل، وفيه الشاق وفيه المريح، ولا داعي للخلاف في الوسيلة، فقد كثرت وتطورت في العصور الحديثة، والمدار هو على الإخلاص وتحري الحلال، والله أعلم. سمعنا حديثا يقول: لا ضرورة في الإسلام، فهل هذا الحديث صحيح؟ وإذا كان صحيحا فنرجو شرحه وتفسيره. في حديث رواه أحمد وأبو داود: لا ضرورة في الإسلام، وفسرت الضرورة بتفسيرين: أحدهما الزهد في الزواج وحب التبتل والرهبنة، والثاني أنها الرجل الذي لم يحج. والمعنى أن من أحسن مظاهر التدين حرص المسلم على الحج إذا استطاع، فالذي يستطيع أن يحج ولا يحج مقصر ويسمى ضرورة، وما دام هذا الضرورة لم يحج فلا يصح حجه عن غيره، والله أعلم. وهل يوجد حديث يصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ روى مسلم في صحيحه عن جابر صفة حجة الوداع التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، جاء فيها أنه مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في السنة 10، وخرج معه عدد كبير، وأحرموا من ذي الحليفة، وكانت أسماء بنت عميس قد وضعت فأحرمت بعد أن اغتسلت، وصلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب ناقته القصواء ولبى الناس معه،
وكان الإحرام بالحج. فلما وصلوا البيت في مكة استلم الرسول صلى الله عليه وسلم ركن الحجر الأسود، ثم طاف، ثم صلى ركعتين عند مقام إبراهيم، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج إلى الصفا فهلل وكبر حتى كان آخر سعيه عند المروة، فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. وكان ممن أحل فاطمة بنته. ولما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وصلى بها الرسول صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وبعد طلوع الشمس أمر بقبة من شعر فضربت بنمرة، ثم سار حتى وقف بعرفة وخطب الناس، ثم صلى الظهر والعصر جمع تقديم، وأفاض من عرفة بعد غروب الشمس حتى وصل المزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى، ثم أتى المشعر الحرام وهلل وكبر، وقبل شروق الشمس توجه إلى منى فرمى الجمرة الكبرى بسبع حصيات، ثم نحر الهدي، ثم توجه إلى مكة وطاف طواف الإفاضة وصلى الظهر وشرب من زمزم، ثم أتم النسك. هذه صورة مصغرة لحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. وفي ثنايا الحديث أمور كثيرة صرحها المفسرون، والله أعلم. ما الميقات الزماني الذي يمكن للإنسان فيه أن يحرم بالحج؟ قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقال: الحج أشهر معلومات. الحج عبادة كالصلاة والصوم، له ميقات يؤدى فيه ولا يصح قبله ولا بعده. وقد أجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج شوال وذي القعدة، واختلفوا في ذي الحجة هل هو بكماله من أشهر الحج أو هو عشرة منه فقط. والصحيح أن الشهر كله من أشهر الحج، لأن رمي الجمرات في منى يكون بعد العشر، وكذلك طواف الإفاضة يمكن أن يؤدى في الشهر كله بلا خلاف. ولو أحرم الإنسان بالحج قبل دخول شهر شوال لا يصح حجه، قال بذلك ابن عباس وابن عمر وجابر، وذهب إليه الشافعي، ورأى أبو حنيفة ومالك وأحمد صحة الإحرام مع الكراهة، ورجح الشوكاني الرأي الأول التزاما بالميقات كالصلاة، هذا في الحج. أما العمرة فليس لها ميقات زمني معين، فكل أشهر السنة ميقات لها، والله أعلم. وما المواقيت المكانية للحج؟ لقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت، فجعل لأهل المدينة ومن يمر عليها ذي الحليفة، وهو موضع بينه وبين مكة 750 كيلومتر، ويعرف بأبيار علي. وجعل لأهل الشام ومن في طريقهم الجحفة، وهي في الشمال الغربي من مكة، بينه وبينها 187 كيلومتر، وهي قريبة من رابغ، بينها وبين مكة 204 كيلومترات. وقد صارت ميقات أهل مصر والشام ومن يمر عليها بعد ذهاب معالم الجحفة. وجعل ميقات أهل نجد قرن المنازل، وهو جبل شرقي مكة يطل على عرفات، بينه وبين مكة 94 كيلومترا. وجعل ميقات أهل اليمن يلملم، وهو جبل جنوبي مكة
بينه وبينها 54 كيلومترا، وجعل ميقات أهل العراق ذات عرق، وهي موضع في الشمال الشرقي لمكة بينه وبينها 94 كيلومترا. هذه هي المواقيت التي عينها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال فيها: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن لمن أراد الحج أو العمرة، أي أن هذه المواقيت هي لأهل هذه البلاد ولمن مر بها. ومن كان بمكة وأراد الحج فميقاته منزله، ومن كان في مكان لا يمر بهذه المواقيت أي بين مكة والمواقيت فميقاته من مكانه، ومن كان في جهة غير جهة هذه المواقيت كأهل السودان مثلا الذين يمرون بجدة فهو حر يحرم من أي ميقات أو من حيث شاء برا وبحرا وجوا كما قال ابن حزم. ومن أحرم قبل مروره بهذه المواقيت صح إحرامه. وهي أيضا مواقيت لمن يريد العمرة إلا أهل مكة، فميقاتهم أدنى الحل، يخرج من مكة ويحرم من هناك، وأقربه هو التنعيم أو مسجد السيدة عائشة. ومن تجاوز الميقات دون إحرام وجب عليه أن يعود ليحرم منه، وإلا وجب عليه دم، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. الله أعلم. وهل هناك أمور تجب على من يدخل الحرم المكي دون أن يكون مريدا للحج أو العمرة؟ خلاصة الآراء في هذه المسألة ما يأتي: الذي يقصد الحجاز أي المنطقة التي فيها الحرم المكي، إما أن يكون مريدا للنسك أي الحج والعمرة، وإما ألا يكون مريدا لذلك، كأن يريد زيارة صديق أو قضاء أية مصلحة أخرى، ولكل حكمه. فالذي يريد النسك لا يجوز له أن يجاوز الميقات المعروف للقادمين لحج أو عمرة إلا بالإحرام. أما من لا يريد النسك فهو على قسمين: قسم لا يريد النسك ولا يريد دخول الحرم المكي، والحرم له حدود معينة غير المواقيت، بل يريد حاجة في غيره من المناطق كجدة أو المدينة المنورة مثلا، فهذا لا يلزمه الإحرام ولا يجب عليه شيء في تركه، وهذا باتفاق العلماء. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تجاوزوا ميقات المدينة وهو ذو الحليفة أو آبار علي أكثر من مرة لغير النسك في غزوة بدر وغيرها، وكانوا غير محرمين ولم يروا بذلك بأسا. وقسم لا يريد النسك ولكن يريد دخول الحرم، وهذا القسم طوائف: أولا طائفة تريد دخوله لقتال مشروع أو للأمن من الخوف، وهذه الطائفة لا يجب عليها الإحرام، والدليل ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. قال مالك: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما. وكذلك ما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. الثانية طائفة تريد دخوله لحاجة متكررة تقتضي كثرة التردد على الحرم، ومثل العلماء لها بالحطابين وناقلي المؤن ومن له ضيعة أو تجارة داخل الحرم أو خارجه، ومثلهم المدرسون والموظفون الذين يخرجون من الحرم أو يدخلونه عدة مرات. وهذه الطائفة كالطائفة السابقة لا يجب عليها الإحرام عند دخول الحرم. الطائفة الثالثة تريد دخول الحرم
لا لقتال ولا لحاجة متكررة كالطائفتين السابقتين، وهؤلاء كالسائحين والزائرين والمكلفين بمهمات مؤقتة. وفيهم ثلاثة أقوال: قول يلزمهم الإحرام عند دخول الحرم، وقول يجعلهم كالحطابين وأمثالهم لا يوجب عليهم الإحرام، وقول ثالث وهو التفصيل، فإن كان من يريد دخول الحرم في داخل المواقيت جاز دخوله بغير إحرام، لأنه يعد كأنه في داخل الحرم نفسه، وإن كان خارج المواقيت يلزمه الإحرام لدخول الحرم. ولكل أن يختار ما شاء من الأقوال، هذا والحرم المدني ليس كالحرم المكي في هذا الحكم، والله أعلم. وما حدود الحرم المكي غير مواقيت الإحرام؟ حدود الحرم المكي غير المواقيت له حدود تحيط بمكة على مسافات غير متساوية، وقد نصبت عليها أعلام لمعرفتها، فحده من جهة الشمال التنعيم، وبينه وبين مكة حوالي 6 كيلومترات، وحده من جهة الجنوب أضاء، وبينها وبين مكة حوالي 12 كيلومترا، وحده من جهة الشرق الجعرانة، بينها وبين مكة حوالي 16 كيلومترا، وحده من جهة الشمال الشرقي وادي نخلة، وبينه وبين مكة حوالي 14 كيلومترا، وحده من جهة الغرب الشنيسي في الحديبية سابقا، وبينه وبين مكة حوالي 15 كيلومترا. قال محب الدين الطبري: نصب إبراهيم عليه السلام أنصاب الحرم، يعني أعلام الحرم، يريه جبريل عليه السلام، أي أن الحدود توقيف من الله تعالى، ثم لم تحرك حتى كان قصي وهو أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم فجددها، ثم لم تحرك حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم فبعث عام الفتح تميم ابن أسيد الخزاعي فجددها، ثم لم تحرك حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه فبعث 4 من قريش فجددوها، ثم جددها معاوية، ثم أمر عبد الملك ابن مروان بتجديدها. وأما حرم المدينة فجاء فيه حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. وروى أيضا عن أبي هريرة قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة، وجعل 12 ميلا حول المدينة حما. كما روي أيضا حديثا أن إبراهيم حرم مكة ودعا لها: وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. كما روي أيضا أن الرسول أشرف على المدينة فقال: اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. هذان الحرمان وهما حرم مكة والمدينة هما اللذان صحت فيهما الأحاديث، ويقال إن هناك حرما ثالثا له هذه الأحكام وهو ود بالطائف، وفيه خلاف، ولكل من هذه الأماكن أحكام، والله أعلم. نود أن نعرف معنى الإحرام ونتعرف على آدابه. معنى الإحرام هو نية أحد النسكين، الحج أو العمرة، أو نيتهما معا، وهذا الإحرام ركن لأنه نية، والنية ركن في العبادات، ومحلها القلب، ولا ضرر في التلفظ بها باللسان. أما آداب الإحرام فكثيرة، منها أولا النظافة،
بمثل قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة تقليم الأظافر والوضوء أو الاغتسال وهو أفضل، حتى إن الحائض والنفساء تغتسل وتنظف نفسها قبل الإحرام كما رواه أحمد والترمذي وحسنه. ثم التجرد من الثياب العادية ولبس ملابس الإحرام وهي رداء يلف النصف الأعلى من البدن دون الرأس وإزار يلف النصف الأسفل، ومن السنة أن يكون أبيضين. ثم بعد ذلك التطيب، وما دام التطيب قبل الإحرام لا يضر حتى لو بقي بعده، فقد روى أحمد وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نخرج إلى مكة مع الرسول فننضح جباهنا بالمسك عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا. وفي رواية للبخاري ومسلم عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب أي بريقه في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ثم بعد ذلك صلاة ركعتين ينوي بهما سنة الإحرام، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، وذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة كما رواه مسلم، وتجزئ عنهما الصلاة المكتوبة كما تجزئ عن تحية المسجد. هذه هي بعض الآداب التي تسبق الإحرام والله أعلم. هل توجد أنواع للإحرام؟ وإذا وجدت فما هي وما الفرق بينها؟ وما معنى كل منها؟ قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فالحج واجب على كل مستطيع في العمر مرة واحدة، كما أن العمرة واجبة عند الشافعي وأحمد وسنة عند أبي حنيفة ومالك. وأعمال العمرة تؤدى داخل مكة، فهي طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة، ثم تحلل منها بحلق الشعر أو تقصيره. أما أعمال الحج فتؤدى في مكة بالطواف والسعي والحلق، وفي خارج مكة بالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وبمنى ورمي الجمرات فيها. والذي يقصد بيت الله في أشهر الحج هي شوال وذو قعدة وذو الحجة، ويريد أن يؤدي الحج والعمرة له أن يختار في إحرامه إحدى الكيفيات التالية: الأولى أن ينوي أداء العمرة فقط بعد أن يلبس ملابس الإحرام وقبل أن يصل إلى الميقات، فإذا وصل مكة طاف سبعا بالبيت ثم سعى سعيا بين الصفا والمروة سبع مرات، ثم حلق بعض شعره أو قصره، وبهذا تمت عمرته، ويخلع ملابس الإحرام ويلبس ملابسه العادية ويتمتع بما كان محظورا عليه أثناء الإحرام من مثل الطيب وقص الشعر والأظافر والاتصال الجنسي وغير ذلك. وعليه في مقابل ذلك أن يذبح شاة، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وعندما يحين الخروج إلى عرفات يحرم بالحج من المكان الذي هو فيه بعد أن يلبس ملابس الإحرام، ثم يقف بعرفة ويفيض منها إلى المزدلفة بعد المغرب، ويمكث بها مدة بعد منتصف الليل، ثم يصبح يوم العيد في منى ويرمي جمرة العقبة وهي الكبرى، ثم يقص بعض شعره، وهنا يجوز له أن يخلع ملابس الإحرام ويلبس الملابس العادية، وأن يمكث في منى ثلاثة أيام لرمي الجمار، أو يذهب إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة يوم العيد، ثم يعود إلى منى
يبيت فيها وليرميها الجمرات. وهذه الكيفية وهي تقديم العمرة على الحج في أشهره تسمى بالتمتع. الكيفية الثانية أن ينوي قبل الوصول إلى الميقات الإحرام بالحج فقط، وعند وصوله مكة يطوف طواف القدوم وهو سنة، ويسعى بين الصفا والمروة إن أراد، ويمكث ملتزما للإحرام حتى يقف بعرفة، ويتمم أعمال الحج بالمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات والمبيت بمنى والطواف والسعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، وبالحلق أو التقصير. وهذه الكيفية من الإحرام تسمى الإفراد. وبعد أن ينتهي من الحج يمكن أن يحرم بالعمرة من مسجد عائشة بالتنعيم، ويؤدي أعمالها المعروفة، وليس عليه في هذه الكيفية هدي. الكيفية الثالثة أن ينوي الحج والعمرة معا في إحرام واحد قبل الميقات، فإذا وصل مكة طاف طواف القدوم وسعى ووقف بعرفة وبات بالمزدلفة ورمى جمرة العقبة صباح يوم العيد، ثم حلق، ثم طاف طواف الإفاضة وسعى إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم، ثم كمل أعمال الحج برمي الجمرات والمبيت بمنى. وهذه الكيفية من الإحرام تسمى القران، وفيها هدي كهدي التمتع، لأنه طاف طوافا واحدا وهو سبعة أشواط، وسعى سعيا واحدا وهو سبعة أشواط، فعل ذلك عن الحج والعمرة معا، ففي مقابل راحته بعدم تكرر الطواف والسعي يلزمه الهدي، والله أعلم. وأي أنواع الإحرام هذه أفضل؟ الإنسان حر في أن يختار أي كيفية من هذه الكيفيات حسب ظروفه وحالته الصحية أو المالية أو غيرها، والمهم أنه أدى النسكين في رحلة واحدة وبرئت ذمته من أداء الواجب، وإن كان الفقهاء اختلفوا في أيها أفضل بناء على اختلافهم في حج الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن صحح بعضهم أنه كان قارنا لأنه ساق الهدي، فذهبت الشافعية إلى أن الإفراد والتمتع أفضل من القران، لأن المفرد والمتمتع يأتي بكل من النسكين بكمال أفعاله، أما القارن فيقتصر على عمل الحج وحده، وفي التفاضل بين التمتع والإفراد قولان. والحنفية قالوا القران أفضل من التمتع والإفراد، والتمتع أفضل من الإفراد. المالكية قالوا الإفراد أفضل من التمتع والقران، والحنابلة قالوا التمتع أفضل من القران ومن الإفراد لأنه الأيسر، وقد تمناه النبي صلى الله عليه وسلم بما رواه مسلم عن جابر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حجهم معه أحرموا بالحج وحده أي مفردين، فلما كان صبح الليلة الرابعة من ذي الحجة أمرهم أن يحلوا من الإحرام، وأباح لهم أن يأتوا نساءهم قبيل الوقوف بعرفة، ثم خطب فيهم فقال قد علمتم أني أتقاكم وأصدقكم وأبركم، ولولا هديي لحللت فما تحلون، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أثق الهدي، فحلوا أو فحلوا، فحللنا وسمعنا وأطعنا. هذه هي الكيفيات، وهذا هو قول العلماء في الأفضلية، ولكل إنسان أن يختار ما يشاء، والله أعلم. وما الحكم إذا كان هناك شخص لا يعرف تفاصيل هذه النسك وأحرم إحراما مطلقا بنية الحج، فهل يجوز ويصح إحرامه؟ من أحرم
إحراما مطلقا جاز هذا الإحرام وصح إحرامه وفعل واحدا من هذه الأنواع الثلاثة، والله أعلم. رجل يقول: عزمت على الحج وأحرمت به، وفي أثناء الطريق عرض لي عارض يحول دون إتمام الإحرام، فهل يلزمني الاستمرار على الرغم من ذلك أم يجوز لي التحلل من الإحرام؟ يقول الله سبحانه: وأتم الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. تحدث العلماء عن الحصر والإحصار في المعنى والأسباب، وكل ذلك يقول إلى أنه المنع من الوصول إلى بيت الله الحرام للنسك بالحج أو العمرة، سواء أكان ذلك بسبب عدو أو بسبب مرض أو غير ذلك من العوائق الخارجة عن إرادة الإنسان، ومنها عدم إتمام إجراءات السفر حسب الأنظمة المحلية أو الدولية، كقيام حرب أو انتشار مرض معد أو تأخر وسائل النقل أو ظهور تزوير في بعض الأوراق المطلوبة أو غير ذلك من الموانع. وقال العلماء: إن الحصر أو الإحصار يبيح التحلل من الإحرام إذا ضاق الوقت ولم توجد وسيلة للوصول إلى بيت الله الحرام، ولكن هل يجب مع التحلل هدي أو لا يجب؟ قال أكثر العلماء: بوجوب الهدي كما نصت الآية، وكما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حين صد عن البيت الحرام عام الحديبية. وقال ابن القاسم: ليس عليه هدي إلا أن يكون ساقه معه، كما كان الحال عندما منع الرسول صلى الله عليه وسلم عن مكة، وهو قول الإمام مالك. والذين قالوا بوجوب الهدي على المحصر قالوا: إن لم يكن معه هدي ولا يقدر عليه صام 10 أيام ثم يتحلل، ولم يوجب الصوم مالك وكذلك أبو حنيفة لعدم ذكره في القرآن. وعلى رأي الإمام مالك يجوز لكل من له عذر يمنع من الاستمرار في الإحرام أن يتحلل، ولا يجب عليه هدي ولا صيام، والتحلل يكون بالحلق أو التقصير لأنه هو المستطاع، والله أعلم. رجل يقول: خرجت من بلدي مصر ناويا الإحرام بالحج مفردا، لأنني سأتوجه إلى مكة مباشرة من ميناء جدة أو من المطار، ووجدت صعوبة في التزامي بالإحرام حتى أقف بعرفة وأكون في منى يوم العيد، فهل يجوز لي أن أغير نية الإحرام من الإفراد بالحج إلى التمتع بأداء العمرة أولا ثم أحرم بالحج من مكة، أو لا يجوز لي ذلك؟ اتفق العلماء على أنه إذا لم يجاوز الميقات يجوز له تغيير النية، حيث لم يشرع في شيء عملي من أعمال الحج والعمرة. أما بعد تجاوز الميقات فقال بعض العلماء: لا، وأجاز بعضهم التغيير للنية حتى بعد تجاوز الميقات، واستدلوا على ذلك بما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في حجة الوداع، على الخلاف في أنه كان مفردا أو قارنا أو متمتعا، كما جاء في عبارة جابر في رواية مسلم أنهم أهلوا مع رسول الله وقال: لسنا ندري أو لسنا نرى إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، ولكن بعد انتهاء الرسول من الطواف والسعي قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة. هذا ما يظهر ترجيحه لوجود النص على ذلك، ولو مع عدم قطعية الدلالة وعليه فيجوز تغيير نية الإحرام ولو جاوز الميقات، والله أعلم. وهل يجوز للحاج أن يؤدي أكثر من عمرة وهو في موسم الحج؟ روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة،
قال بعض شراح الحديث فيه دلالة على الاستكثار من الاعتمار، خلافا لقول من قال يكره أن يعتمر في السنة أكثر من مرة كالمالكية، ولمن قال يكره أكثر من مرة في الشهر. استدل المالكية على كراهة التكرار في العام بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة، لكن يرد عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الشيء وهو يستحب فعله، وذلك لدفع المشقة عن أمته. وقال القاسم إن عائشة اعتمرت في سنة 3 مرات، فسئل هل عاب ذلك عليها أحد، فقال سبحان الله أم المؤمنين، يعني هل يعيب عليها أحد ذلك؟ وهذا مذهب جمهور الفقهاء في عدم الكراهة، وهذا ظاهر في تكرار العمرة لنفسه، ولو أراد أن يهب ثواب العمرة للأموات فلا مانع من ذلك أبدا، وكل قربة يهبها الإنسان أو يهب ثوابها إلى الميت يرجى انتفاعه بها ولم يرد ما يمنعه، والله أعلم. لو فرضنا أن شخصين قادمين للعمرة أحدهما من مصر والآخر من أبي ظبي ولم يحرما إلا من جدة، فهل عمرتهما صحيحة علما بأنهما لا يملكان إلا نفقات العمرة والعودة؟ قال العلماء من تجاوز الميقات ولم يحرم منه وجب عليه أن يعود ليحرم منه، وإلا وجب عليه دم، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. والذي جاء من مصر ميقاته رابغ، والذي جاء من أبو ظبي ميقاته قرن المنازل وهو جبل شرقي مكة. وعلى كل حال ما دام كل واحد منهما جاوز الميقات ولم يحرم حجه صحيح إن شاء الله، وعليه دم على الوجه الذي تقدم، والله أعلم. سيدة فاجأتها الدورة الشهرية أثناء الإحرام أو العمرة، فماذا تفعل؟ ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكي فقال أنفستي، يعني هل جاءتك الحيضة؟ فقالت نعم. قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي، رواه البخاري ومسلم. هذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم أن كل أعمال الحج يجوز أن تقوم بها المرأة وهي حائض ما عدا الطواف، لأنه أولا كالصلاة يشترط لكل منهما الطهارة من الجنابة بالذات، وثانيا كونه في المسجد وممنوع عليها المكث فيه، فلها أن تقف بعرفة وأن ترمي الجمرات، بل لها أن تسعى بين الصفا والمروة إن فاجأها بعد الانتهاء من الطواف. والذي تمنع منه صاحبة العذر الشهري هو الصلاة والطواف وقراءة القرآن والمكث في المسجد ومس المصحف وحمله، أما الذكر والدعاء ومنه التلبية والتكبير فلا يحرم شيء منه عليها. وجمهور العلماء على أن الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف، وقال أبو حنيفة إنها ليست شرطا، فلو طاف الإنسان عليه نجاسة وكان محدثا ولو حدثا أكبر صح طوافه وإن حرم عليه دخول المسجد. واختلف أصحابه في كون الطهارة واجبة مع اتفاقهم على أنها ليست بشرط، فمنهم من أوجبها وقالوا إن طاف محدثا لزمه شاه، وإن طاف جنبا لزمه بدنه، وقالوا ويعيد ما دام في مكة. وعن أحمد بن حنبل روايتان، إحداهما كمذهب الشافعي ومالك، والثانية إن أقام بمكة أعاده
وإن عاد إلى بلده جبر بدم. وأرى أن العذر الشهري لو فاجأ المرأة أو كان واقعا لها أن تغتسل ثم تحرم وتلبي وتلتزم بكل واجبات الإحرام حتى ينتهي العذر فتغتسل ثم تطوف، وإن انتهت من أعمار الحج وبقي عليها الطواف وأرادت أن تسافر فإن أمكن تأجيل السفر حتى تتطهر وتغتسل فالأولى الانتظار حتى تتطهر وتطوف. أما إذا ضاق الوقت وتقرر موعد السفر وكانت هناك مشقة في التخلف فلها أن تتطهر على الرغم من وجود العذر وتطوف، وعليها ذبح بدنة أي جمل أو ذبح شاة، ومثل صاحبة العذر الشهري النفساء، والله أعلم. أحيانا يكون الحج في الصيف ويكثر العرق وتتغير رائحة الجسم، والإسلام كما نعلم دين النظافة، فما الذي يفعله الحاج في مدة إحرامه؟ يظهر تغير الرائحة إذا طالت مدة الإحرام، كالذي يحرم بالحج مفردا أو قارنا عند مروره بالميقات قبل يوم عرفة بوقت طويل في موسم الحر، حيث لا يحل من إحرامه إلا يوم العيد أو بعده. وفي مواجهة تغير الرائحة شرع الغسل والتطيب قبل الإحرام حتى لو بقيت آثار الطيب بعد الإحرام، كما أبيح الغسل المجرد عن الطيب، بل استحب أثناء الإحرام في عدة مواطن. أما التطيب بعد الإحرام فممنوع، ولا بأس عند الاغتسال باستعمال الصابون الذي له رائحة بقصد النظافة لا بقصد التطيب. وكذلك يباح شم الفواكه ذات الرائحة الطيبة كالتفاح، فإنه لا يقصد للطيب ولا يتخذ منه. أما شم الورد والريحان والنعناع متعمدا فممنوع، وما جاء من الروائح عفوا بدون قصد فلا ضرر فيه، كالمرور بحديقة فيها أزهار أو بدكان من يبيع العطر. ويلاحظ أن استعمال المحرم للطيب تلزمه الفدية إذا كان عالما بالحكم غير جاهل، وكان متعمدا غير ناس أنه محرم، وعند الجهل والنسيان لا فدية. والفدية عند تعمد التطيب والعلم بحرمته هي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين صاع، أو صيام 3 أيام كما قال تعالى في من حلق شعره: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والنسك هو الذبح. وروى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن آذته هوام رأسه: احلق ثم اذبح شاة نسكا، أو صم 3 أيام، أو أطعم 3 آصع من تمر على 6 مساكين. والإمام الشافعي قاس غير المعذور على المعذور في وجوب الفدية، وأوجب أبو حنيفة الدم على غير المعذور إن قدر عليه، والله أعلم. وإذا احتلم الحاج وأصابته الجنابة هل يغتسل أو يتيمم؟ إذا احتلم الحاج يجب عليه أن يغتسل ما دام يوجد الماء ولم يضره، فإن فقد الماء أو كان استعماله ضارا تيمم، والله أعلم. وهل هناك أمور يستحب للإنسان فعلها إذا أراد أن يدخل مكة المكرمة أو البيت الحرام؟ يستحب لدخول مكة أمور، منها الاغتسال، ومنها المبيت بذي طوى في جهة الزاهر، ومنها أن يدخلها من الثنية العليا، ومنها أن يبادر إلى البيت بعد الاطمئنان على أمتعته ويدخل من باب السلام ويقول: أعوذ بالله العظيم
وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله، اللهم صل على محمد وآله وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ومنها إذا رفع نظره إلى البيت دعا وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. ومنها أن يقصد إلى الحجر الأسود ويقبله بدون صوت، فإن لم يتمكن استلمه بيده وقبله، فإن عجز عن ذلك أشار إليه بيده. ومنها أن يقف بحذائه ويشرع في الطواف هذا، ولا يصلي عند دخول المسجد تحية المسجد، فإن تحيته هي الطواف، إلا إذا كانت الصلاة المكتوبة قائمة فيصليها مع الإمام، والله أعلم. الحجاج معظمهم يكونون على سفر، فكيف تكون صلاتهم؟ هل يقصرون طول فترة الحج طالت أم قصرت، أم يتمون الصلاة؟ الحجاج ما داموا مسافرين متحركين ولم يمكثوا في مكان أكثر من 4 أيام فلهم القصر، ولهم الجمع بين الصلاتين عند الجمهور. وعند أبي حنيفة لهم القصر لمدة 15 يوما، وليس لهم جمع إلا في عرفة والمزدلفة، والله أعلم. رجل يقول: أبي يحب استعمال الكحل، فهل يجوز له وهو يحج أو يعتمر أن يكتحل وهو محرم؟ الكحل إذا كان للعلاج فهو جائز، أما إذا كان للزينة فممنوع، وإذا كان فيه طيب كذلك فيه فدية، وهي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية فقر، ما معنى السلبية؟ وما حكمها؟ وما وقتها؟ وما المواطن التي تستحب فيها؟ التلبية هي قول لبيك اللهم لبيك، كما أن التهليل هو قول لا إله إلا الله، والتسبيح قول سبحان الله. والتلبية تكون في الحج والعمرة عند الإحرام، فقد روى أحمد وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا آل محمد، من حج منكم فليهل في حجه أو في حجته. ومعنى يهل يرفع صوته بالتلبية، فهي مشروعة بإجماع العلماء، لكن ما هو مدى مشروعيتها؟ لقد اختلفوا في حكمها وفي وقتها، فقال الشافعي وأحمد إنها سنة ويستحب اتصالها بالإحرام، فلو أحرم دون أن يلبي فإحرامه صحيح ولا شيء عليه. وقال الحنفية إن التلبية وما يقوم مقامها كالتسبيح شرط لصحة الإحرام، فمن أحرم ولم يلبي أو لم يسبح أو لم يسق الهدي فلا إحرام له. والمشهور عند المالكية أنها سنة، وقيل واجبة، يصح الإحرام بدونها ويلزم دم، ويبدأ وقتها بالإحرام وينتهي برمي جمرة العقبة. فقد روى الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة، وهذا رأي جمهور العلماء. ومالك يقول تستمر حتى تزول الشمس من يوم عرفة ثم يقطعها الحاج، وقال أحمد لا تنتهي حتى يرمي الجمرات كلها. أما المعتمر فتنتهي تلبيته حتى يستلم الحجر الأسود، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكما رواه الترمذي بسند صحيح.
وتستحب التلبية في مواطن كثيرة عند الركوب والنزول، وكلما علا مكانا عاليا أو نزل واديا أو لقي ركبا ودبر صلوات وبالأسحار وفي كل حال كما قال الإمام الشافعي، والله أعلم. وما أحسن صيغ التلبية؟ وهل الجهر بها واجب أم تصح جهرا؟ وما فضل التلبية؟ أما صيغتها فقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كانت: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد لك والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالعلماء في الزيادة عليها، فذهب الجمهور إلى أن الزيادة لا بأس بها، كما زاد ابن عمر: لبيك 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 وسعديك والخير بيديك. وكما زاد الصحابة: والرسول يسمع ولا ينكر، كما رواه أبو داود والبيهقي. وكره مالك الزيادة على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم. وتسن بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، قد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من التلبية سأل الله المغفرة والرضوان، كما رواه الطبراني وغيره. التلبية يستحب أن تكون جهرا، فقد روى أحمد وابن ماجة وابن خزيمة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل عليه السلام فقال: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج. وروى الترمذي وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الحج أفضل؟ فقال: العج والثج. والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو نحر الهد. وقال مالك: لا يرفع الملبي صوته في مسجد الجماعات، بل يسمع نفسه ومن يليه. أما في مسجد منى والمسجد الحرام فإنه يرفع صوته فيهما، وهذا الحكم بالنسبة للرجال. أما النساء فيكره لهن رفع أصواتهن أكثر مما يسمعن أو يسمعن من يليهن فقط. وقال عطاء: لا تسمع المرأة إلا نفسها فقط. فقد ورد في فضل التلبية التي تعني إجابة بعد إجابة، أي الطاعة على الدوام، مأخوذة من لب بالمكان أي أقام، ورد حديث رواه ابن ماجه وهو: ما من محرم يضحي يومه، أي يظل يومه يلبي حتى تغيب الشمس، إلا غابت ذنوبه فعاد كيوم ولدته أمه. وجاء حديث الطبراني: ما أهل مهل قط إلا بشر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر. قيل: يا نبي الله بالجنة؟ قال: نعم. وحديث رواه ابن ماجه والترمذي والبيهقي: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر أي حصى، حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا، والله أعلم. وما معنى الطواف؟ وما أنواعه؟ وما حكم كل نوع؟ الطواف هو الدوران حول الكعبة، وهو أربعة أنواع. النوع الأول طواف القدوم، وهو مشروع للقادم إلى مكة في حج أو عمرة، وهو سنة عند الجمهور، ويسمى طواف التحية وطواف الدخول، ويكون ركنا في العمرة للمتمتع وغيره. الثاني طواف الإفاضة، وهو بعد الوقوف بعرفة، ويسمى طواف الزيارة، وهو ركن في الحج وركن في العمرة أيضا باتفاق، من فاته بطل حجه وعمرته ولا يجبر بدم. الثالث طواف الوداع عند مغادرة مكة، وهو واجب عند الجمهور، إذا ترك صح الحج ووجبت فدية، وهي ذبح شاة، فإن لم يجد
وصيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وصيام 3 في الحج لا يكون إلا في أيام التشريق أو في أشهر الحج التي تنتهي بانتهاء شهر ذي الحجة، وهو سنة عند مالك وفي قول للشافعي، وتعفى منه النساء عند الحيض والنفاس. 4 طواف التطوع، وهو يكون سنة عند دخول المسجد الحرام تحية للبيت، وليس فيه رمل ولا اطباع، والله أعلم. وما الشروط التي يجب توافرها في الطواف؟ شروط صحة الطواف هي: أولا الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر ومن النجس، وفيه حديث عائشة حين حاضت ومنعها الرسول عليه الصلاة والسلام من الطواف حتى تطهر، ومثل الحيض الجنابة، ولو طافت صح الطواف إذا تحتم عليها السفر قبل أن تطهر وعليها بدنة أو شاه على ما هو موجود في حديث عائشة. والحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء ليس شرط صحة عند الحنفية، بل هو واجب يجبر تركه بدم. والطهارة من النجس في الثوب أو البدن سنة عندهم لا يلزم بتركها شيء، ومن به سلس بول والمستحاضة دائما يطوفان بلا طهارة اتفاقا. الشرط الثاني ستر العورة، لحديث الصحيحين عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها الرسول قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. والأحناف يقولون إن ستر العورة واجب، لو ترك صح الطواف وعليه الإعادة ما دام بمكة، فإن غادرها وجب دم. الشرط الثالث أن يكون الطواف 7 أشواط كاملة، لو ترك واحد منها بطل. والأحناف يقولون ركن الطواف 4 أشواط فقط، والثلاثة الباقية واجب، لو تركت وجب الدم. الشرط الرابع أن يبدأ من الحجر الأسود وينتهي إليه. الشرط الخامس أن يكون البيت عن يسار الطائف. الشرط السادس أن يكون الطواف خارج الكعبة وخارج حجر إسماعيل، لأنه جزء من الكعبة، وكذلك الشاذروان وهو البناء الملاصق لأساس الكعبة. الشرط السابع الموالاة في الأشواط عند مالك وأحمد، ولا يضر التفريق اليسير ولو كان بغير عذر، أما التفريق الكثير فيضر إلا إذا كان بعذر. والحنفية والشافعية قالوا إن الموالاة سنة، والله أعلم. وما الحكم إذا طاف الإنسان حول الكعبة وهو لابس حذاءه؟ روى الترمذي والدارقطني وابن خزيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. يؤخذ من هذا أن الطواف يشترط له ما يشترط للصلاة، ومن ذلك الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وطهارة الثوب، وطهارة المكان. فإذا كان الحذاء الذي يلبسه الطائف طاهرا صح طوافه بدون خلاف، ولا يعتبر لبسه للحذاء ذنبا أو احتقارا لحرمة البيت، فذلك راجع إلى نيته. أما إذا كان الحذاء نجسا فلا يجوز ولا يصح الطواف به، وذلك عند جمهور الفقهاء، لكن الحنفية قالوا إن الطهارة من النجاسة في الثوب أو البدن سنة فقط، وعلى ذلك يجوز الطواف بالحذاء النجس وبالثياب النجسة، ولا شيء على الإنسان.
وقالوا إن الطهارة من الحدث الأصغر عند الطواف واجبة، لو تركها وطاف بدون وضوء صح طوافه ولزمته شاة، وكذلك لو كان محدثا حدثا أكبر صح طوافه ولزمته بدنه ويعيده ما دام في مكة. والأولى اتباع رأي الجمهور والتأكد من الطهارة عند الطواف، سواء في ذلك طهارة البدن والثوب والطهارة من الحدثين، ولا مانع من لبس النعل إذا كان طاهرا يتقي به حرارة الأرض أو خشونتها مثلا، والله أعلم. سيدة تقول: طفت 4 أشواط ثم أغمي علي ونقلت إلى المستشفى، وبعد العلاج سافرت ولم أكمل الطواف، فهل حجي صحيح؟ جمهور الفقهاء على أن الطواف حول البيت يكون 7 أشواط، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله: خذوا عني مناسككم، فمن ترك شوطا منه بطل، كمن يترك ركعة من إحدى الصلوات المفروضة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الطواف حول البيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. غير أن الإمام أبا حنيفة قال: إن ركن الطواف هو 4 أشواط، من نقص عنها بطل الطواف وبطل الحج، أما الأشواط 3 الباقية فهي من الواجبات التي لو تركت صح الطواف ووجب تقديم الهدي. وعلى هذا المذهب يكون طواف صاحبة السؤال صحيحا، وبالتالي يكون الحج صحيحا وعليها تقديم الهدي، والله أعلم.